فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش تستنى الاول لما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبه ايه يا عم الحاج؟ كفرنا الشر. وبعدين انا مالي الظابط هرب ولا غرف 60 داهيه؟ انا عملت اللي عليا، ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تام؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش فكر في الكلام قبل ما تقوله، عيب كده. حماد بيه ما ساعدتك؟ اخلص خالص. حاضر. احنا كلنا في مركب واحده، وبعدين الحاج لطفي يعني في النهايه برضه بيعتبرك زي ابنه، واديك شايف الظروف اتغيرت. لو الداخليه ناويه تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر. الله، وانا مالي؟ يا جماعه يا جماعه، كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق. ممكن نهدى شويه عشان خاطر نعرف نفكر؟ نفكر في ايه؟ وانا قاعد في عقل عشان نفكر؟ يا حاج يا حاج، لو الداخليه شايفه ان القضيه ديت فيها خرم ابره، كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمه؟ ما دام هربوه يبقى عارفين ان القضيه لابساه لابساه، يعني مفيش داعي للقلق. الله يفتح عليك يا متر، والنعمه انت دماغك دي تستقت ولها الماس. شفت بقى يا عم الحاج ان الشغلانه خلصانه، وخلصانه بالشياكه كمان، يعني المفروض تديني عرق انا والرجاله بقى؟ لا اهدى على نفسك شويه، عمك الحاج عنده برضه حق، لازم الليله دي تعدي ونشوف هترسي على ايه. وانا لسه هستنى يا متر. ما قلتلكش تستنى، انا عارف ان انت وراك مصاريف والرجاله بقول لك يا عم الحاج طلع له قرشين لغايه ما الليله دي تعدي على خير. Watch it.